بدأنا الشغل في هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية مباشرة بعد 30 يونيو 2013. بدأنا كونا مجموعات عمل، بدأنا نقول إن إحنا محتاجين، وكانت الفترة دي حضراتكم تتذكروا إن ما كانش الجو العام مهيأ إن حد يفكر للمستقبل 15 سنة أو أكثر قادمة، وكانت عندنا تحديات كبيرة جدا بتهدد الأمن القومي والأمن الداخلي في مصر بشكل كبير جدا. لكن إحنا الحقيقة مع مجموعة كبيرة جدا من المهتمين والمنشغلين بالمستقبل قلنا إن مطلوب جدا في الوقت ده إن إحنا نبدأ نفكر بمستقبل مصر جديدة، مصر اللي إحنا بنحيا فيها كلنا، مصر اللي اتحرك المجتمع المصري بكل أطيافه في 25 يناير و 30 يونيو علشان نعبروا عن عدم رضاهم عن وضع قائم وتطلعهم لأوضاع أفضل ولمصر جديدة ومختلفة خلال الفترة القادمة. مصر جديدة ومختلفة محتاجة جهد كبير جدا وضخم جدا لازم نبذله كلنا كمجتمع علشان نقدر نوصل من النقطة اللي احنا فيها للنقطة اللي احنا كلنا بنتطلع إليها. بدأ العمل الجاد جدا الرسمي في الإعداد لهذه الاستراتيجية في يناير 2014،